حضرتك فاكر الواقعة بتاعت هتلر وفاكر الكلام اللي هو قاله له؟ يعني سمعت عن الكلام طب قبل وعارف قال اتحكى هو لك هتلر قال اكيد. ايه؟ اقول الاول ليه قال كده؟ وفي فرق الاثقال تملي بالفرق بين الاول والثاني نص كيلو كيلو، هو النص كيلو اتلغى ايامي بس ايامهم كانت موجود، بيبقى كيلو 2 كيلو 3 كيلو، يعني في سنه 48 لما الاعداد لما قال انه والد طلع بالزايده الدوليه اخذ رابع مقرر، مفيش حاجه اسمها مقرر، طلع ثالث مقرر وادوا له جايزه، ادوا له ميداليه البرونزيه، وانا بعت الصوره بتاعتها، صوره الميداليه البرونزيه هو رابع، كان فرق نص كيلو بينه وبين الثالث، واخد بالك؟ فرق 3 كيلو بينه وبين الاول. في 36 كان فرق بينه وبين ده كده وهو الثاني كمان ما كان مريض، يعني كده ما كانش في كامل صحته. بالظبط، لما في اولمبياد 36 لما خد الذهبيه كان الفرق بينه وبين الثاني 32 كيلو، ده ممكن يكون فيه 10، ده رقم كبير جدا. راني علوان في احد الاولمبياد طلعت العشره في فاصل جزء من الثانيه صحيح بينه وبين الاول، راني علوان كانت بطله مصر في السباحه، فرق جزء من الثانيه بينه وبين الاول وطلعت العاشر. 32 كيلو ده رقم كبير. 32 كيلو رقم ضخم. 32 كيلو انا اسف. وبعد كده كمان الوزن الذي عليه اللي هو اتقل منه بقى اعلى منه ب 12 كيلو. يعني كان المفروض ياخد ميداليتين مش ميداليه واحده. صحيح. فهي دي الحاجات اللي من ضمن الاعجازات بتاعت خضر التوني، الرقم بتاعه قعد ما اتحطمش غير بعد 30 40 سنه صحيح. في الستينات. صحيح. وكمان الصحافه العالميه اتكلمت كتير قوي عن الوالد كابتن خضر التوني، واتكلموا كتير قوي وكمان ادوا له القاب، يعني كان في لقب اقوى رجل في العالم، وفي لقب كمان بطل ابطال رفع الاثقال، يعني كل الصحافه العالميه اتكلمت عنه. واحد نادي مصري في القرن العشرين. شوفي في اولمبياد 48 بوب هوفمان اللي هو رئيس تحرير مجله هيلث اند ستريس، اشهر مجله رياضيه في العالم، هيلس اند سيريس بوب هوفمان، قال اشك ان البشريه ستجود بونش اخر مثل خضر التوني، واداله تمثال عاج، قعد عاج كده صورتها، انا بعت مش عارف الاعداد ظهرها ولا لا، اكيد ان شاء الله هت قعد عاج وعليها واحد شايل رفع حديد عمل كده. هتلر بقى بعد ما حصل، هتلر راح قال له ده في واحد بيقول هي زي الالمان، فراح يتفرج، فطلب انه يروح له على المنصه، تحرك من منصه التتويج لمنصه الرئاسه، وسلم على هتلر قال له كنت اتمنى ان تكون مصريا وان لمصر ان تفخر بك واعتبر نفسك في وطنك الثاني مدى اقامتك في المانيا. قهر الالمان. فكان فعلا بقول لحضرتك هو مش كان بطل بس، كانت حاجه شاذه صعب انها تتكرر. طبعا طبعا هي الميداليه كمان اللي حضرتك اتكلمت عليها طالعه معانا على الشاشه الحقيقه. هو يعني شرفنا والحقيقه احنا بنفخر بيه وبنفخر بكل الابطال اللي بتشرف اسم مصر وبتعلي في اسم مصر الحقيقه. لو اتكلمنا عليه كتير قوي يعني مش هنوفيه حقه. دي كمان الميداليه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت عليها. لا دي بقى لا 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 دي ده في عيد الرياضه العربي الاول. رحمه الله عليه الامير فيصل ابن فهد رئيس الاتحاد العربي الرياضي كان عمل تكريم للرياضيين العرب كلهم. وده كان التكريم. وده ومكتوب على الظهر بتاعها هدايا من الامير فيصل في الاتحاد العربي اللي مش عارف ايه، التكريم للمرحوم خضر التوني. يعني شيء جميل جدا. اهي ظهرها كمان معانا. كده بقى بس مش واضحه بس. طبعا مشكلة. ولكن مفهوم. يعني احنا احنا طبعا يعني بنتكلم هو ده البطل خضر التوني، يعني احنا لما نتكلم عنه اكيد احنا عارفين اللي حصل.